طبعا طبعا لازم نقول لكل اهالينا الكاثوليك، وبالمناسبه في اي حته في العالم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد. مش هقول قد ينسينا، ولكن احيانا يلهينا. اللي بيلهينا هو مراره ما يحدث، الحقيقه مراره ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه المحتله، مراره ما يحدث على ارض سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، المسيح الناصري، الرجل الذي ولد في بيت لحم، لا توجد احتفالات، ولن يحتفل أحد للأسف الشديد. اللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية هو المأساة الكاملة، مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بكل ما تستطيع أنك أنت تحلله بأي قياس. الناس في فلسطين تحاول أن تجد أماكن لخطواتها ما بين الجثامين والأكفان، فحتى التوابيت ما بقتش موجودة، حتى التوابيت. الاحتلال لم يترك لأحد فرصة التفكير في احتفال حتى ولو بالأعياد المجيدة. إيه ده؟ الاحتلال، وزي ما أنا دايما أقول لك، لا يستهدف غزة وحسب، لكن بيستهدف عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال مصر أيضا على الضفة، ويعمل حملة اعتقالات واسعة غاشمة في رام الله، ويرفع من حصيلة أسرانا لقرابة 5000 أسير. معانا على التليفون استاذ عبد الله الزغاري، رئيس نادي الاسير الفلسطيني. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور استاذ عبد الله. ما الذي يفعله الاحتلال في رام الله؟ يعني نسمع ونرى عن موجه اعتقالات واسعه في رام الله. نعم، يعني الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الذي يواصل فيه حرب الاباده الجماعيه بحق اهلنا في قطاع غزة، وهذا العدوان الهمجي والبربري والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والمشردين، هو يواصل عمليات اعتقال واسعة وحرب استنزاف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية. الموضوع ليس فقط في غزة، وإنما في كل الأراضي الفلسطينية، حيث أن هذه العمليات الاعتقالية طالت أكثر من 4700 مواطن فلسطيني فقط منذ 7 أكتوبر، وقد طالت مختلف فئات أبناء شعبنا الفلسطيني، من الرجال ومن النساء والأطفال ومن الأسرى المحررين ومن الأطباء والمهندسين والمثقفين، وكذلك من النشطاء السياسيين. وخلال هذه الاعتقالات ينفذ الاحتلال حملة عدوانية ونزعة انتقامية تسود خلال عمليات الاعتقال، حيث تبدأ هذه الاعتداءات منذ اقتحام المدن والقرى والمخيمات وتفجير أبواب المنازل بعد منتصف الليل، واقتحام غرف نوم المواطنين، وتخريب وتحطيم وتكسير لمحتويات المنازل، والاعتداء على الأمهات وعلى الأطفال والمعتقلين الذين يتعرضون إلى الاعتداءات الوحشية. أصيب المئات منهم بالجروح والكسور والردود. هناك يعني حالة كارثية يعيشها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحولت إلى معازل تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية. وعندما نتحدث أن هناك مئات من الأسرى أصيبوا بهذه الكسور والردود والجروح، فإننا لا نبالغ، حيث أن الشواهد كلها تفيد، سواء من الأسرى الذين يتم تحريرهم من السجون، أو من بعض الأهالي الذين يؤكدوا بأن النزعة الانتقامية تسود بشكل كبير، وأن الاحتلال أعاد السجون إلى سابق عهدها في بداية الاحتلال الإسرائيلي تفتقد لأدنى مقومات الحياة الإنسانية. ارتفع عدد المعتقلين داخل السجون ما قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر إلى أكثر من 8000،
معتقل فلسطيني من مختلف الفئات العمرية، من الأطفال ومن النساء ومن كبار السن ومن المرضى والذين تعرضوا إلى إطلاق النار وأصيبوا بإصابات بالغة لم يقدم لهم أي نوع من العلاج الطبي. وأنت تعلم يعني في الشهر الأول لهذا العدوان 6 شهداء ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الضرب المبرح والإيذاء البليغ، حيث يستخدم الاحتلال وحدات خاصة لقمع المعتقلين تقوم بالاعتداء الوحشي على الأسرى من خلال الهراوات وأعقاب البنادق وكذلك برش الغازات المسيلة للدموع. حولت حياة المعتقلين إلى جحيم لا يمكن لهذا الموضوع أن يستمر في ظل يعني عدم وجود أي رقابة قانونية أو حقوقية داخل المعتقلات. الاحتلال يستفرد بالأسرى بشكل واسع ويمنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين منذ بداية هذا العدوان، وأوقف زيارات الأهالي، وكذلك يمنع المحامين من التواصل بشكل مباشر مع الأسرى، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى العزل. هؤلاء الذين اعتقلوا لسنوات طويلة، منهم 570 معتقل يقضون أحكام بالسجن المؤبد لمرة أو لعشرات المرات، منهم من أمضى 44 عام في سجون الاحتلال و30 عام و20 عام، وبالتالي هؤلاء عندما اعتقلوا يعني اعتقلوا من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ومن أجل الاستقلال. فأسرانا ليسوا إرهابيين كما يحاول الاحتلال دائما صبغهم بهذه القضية، هم مناضلون من أجل الحرية، قدموا أعمارهم من أجل أن يحيي الشعب الفلسطيني بكرامة كباقي شعوب العالم. ولكن في ظل هذا العدوان وفي ظل تنكر الاحتلال الإسرائيلي لكل القوانين والمواثيق الدولية وتحديدا اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، فإن الاحتلال يمارس هذا الطلب وهذا العدوان في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. وبالتالي إلى أين يذهب الاحتلال بهذا العدوان داخل المعتقلات التي يعني يفتقد فيها الأسرى لملابسهم، ويفتقد لفرشات يناموا عليها، ويفتقد للتغذية السليمة، ويفتقد للعلاج الطبي؟ هناك مئات من الحالات المرضية داخل السجون الذين يتعرضون إلى سياسات الحرمان الطبي والقتل الطبي المتواصل. يعني وصلنا أكثر من شهادة تؤكد بأن الأسرى المرضى لا يقدم لهم أي نوع من العلاج، وبالتالي هناك جرائم طبية وجرائم بحق الإنسانية ترتكب على مدار الساعة بحق المعتقلين. طبعا كل ذلك بمعزل عما يتعرض له الأسرى من قطاع غزة. يعني هناك مئات وربما آلاف من المواطنين الفلسطينيين العزل، من الأمهات، من الآباء، من كبار السن، من الأطفال، الذين اعتقلوا من قطاع غزة ولم يفصح الاحتلال الإسرائيلي عن أي معلومات تتعلق في ظروف اعتقالهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم. يظهر الاحتلال بعض الصور تؤكد بأن الأسرى يتعرضوا إلى ضرب وإلى اعتداء وحشي وإلى حرمانهم من الغذاء ومن قضاء حوائجهم الخاصة. يكونوا شبه عراة، مكبلو الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين لساعات ولأيام طويلة. يعني هناك انتهاكات وجرائم عديدة ترتكب أمام إخفاء ما يمارسه الاحتلال بحقهم. لذلك نحن اليوم في ظل هذا العدوان الهمجي والبربري والذي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، فالعدوان إن كان قد بدأ بعد 7 أكتوبر على قطاع غزة وعلى المحافظات الفلسطينية، فهو قبل ذلك مستمر. قبل العدوان كان هناك 5250 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعني غالبية الأسرى الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر أخي العزيز يتم تحويلهم إلى ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو اعتقال تعسفي، سياسة عقابية انتقامية تستخدم كاستراتيجية لدى منظومة الاحتلال لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين في هذا النوع من الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة. وهذا الحكم وهذا الاعتقال قابل للتجديد 6 شهور، قابل للتجديد مرة تلو الأخرى في ظل حرمان من كل الحقوق الإنسانية. يعني طب أستاذ عبد الله، يمكن أخيرا، هو طبعا لا يوجد أي كلام من الممكن أن احنا نضيفه على كلامك، بل أنه حتى في الأسئلة فيعني حضرتك وفيت كل ما قد يدور بخلدنا جميعا، لكن ألا يوجد، لو صح التعبير وقد يكون سؤالا فلسفيا مطلقا، يعني ألا يوجد ضابط أو رابط لهذا الاحتلال على الأقل لتحسين ظروف الاحتجاز والأسر؟
يعني هذا يعني من اهم القضايا. يعني نحن ندرك تماما ان سياسات الاحتلال العدوانيه بحق الشعب الفلسطيني وامام مراه ومسمع من العالم وصلت حد لا يطاق اثر هذه المجازر البشعه التي ترتكب بشكل يومي. يعني عشرات الالاف وانت تشاهد على شاشتكم الموقره وكل الشاشات المختلفه من وسائل الاعلام حجم البشاعه في الجرائم والوحشيه. هناك مشاهد فظيعه يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هو يستغل هذا العدوان وهذه الحرب البشعة ويمارس هذا الظلم بحق الأسرى. هناك ظلم وقهر واضطهاد وبرد وجوع. نحن يعني نتوجه إلى كل المنظمات الدولية، أطلقنا نداء خلال هذا العدوان عدة مرات ولكن للأسف ليس من يستجيب. يعني منظمة الصليب الأحمر الدولي كمنظمة دولية حقوقية لها سلطات يعني واسعة، المفروض أن تشكل حماية لما يمارس بحق الأسرى داخل السجون. مجلس حقوق الإنسان، الهيئات القانونية الدولية يجب أن يكون لها دور في نجم هذا الاحتلال. ولكن أنت تعلم هذا الاحتلال عندما احتل فلسطين عام 48 بدأ كعصابات الأرجون والهجانة الذين كانوا يقتلون المسلحين في حقولهم ويقتحمون منازل المواطنين ويمارسون الإعدامات بحقهم. اليوم يعود الاحتلال بعد 100 عام، بعد 75 عام، ليمارس بنفس السياسة العدوانية حرب العصابات، بل وأكثر يعني بشاعة. يعني كل اللي بيقوم به جيش الاحتلال، المستويات السياسية وغيرها كلها عبارة عن عصابات تمارس هذا الظلم أمام مرأة ومسمع للعالم. الحقيقة يا أستاذ عبد الله هم يمارسون البشاعة بشكل أكثر جرما وفداحة ووحشية وبجاحة عما كانت تقوم به العصابات الصهيونية في مطلع القرن، سواء إذا كانت بقى هاجناش، شتيرن، أراجون، أنسل. يعني كل هذه العصابات الحقيقة يعني قامت بالكثير من البشائع والمذابح، أما ما يقوم بجيش الاحتلال الآن على الأراضي الفلسطينية فهو الأكثر وحشية على الإطلاق. أنا هنا يمكن أفتكر كويس جدا كلمة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش وهو يتحدث: لم نرى مثل ذلك من قبل. أشكرك جدا أستاذ عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني.